السلام عليكم ورحمة الله إذا كنرحب بجميع المتعلمين والمتعلمات في هذا التمرين هذا إذا التمرين يقول نعطي بلي العددية المعرفة بما يلي أو زيرو تساوي جوج و, و, و زائد واحد تساوي خمسة يو إن ناقص واحد على إن زائد ثلاثة نضع في إن تساوي واحد على ناقص واحد السؤال الأول يقول أحسب u زيرو و في إذا تساوي ماذا؟ إذا دو أ كنخلط على التعبير و كنعوض إن باش بصفر إذا تساوي ماذا تساوي خمسة يو صفر ناقص واحد على يو صفر زائد ثلاثة إذا يو صفر تساوي جوج إذا خمسة في جوج هي عشرة عشرة ناقص واحد هي سود و أو صفر كنعود بجوج إذا جوج هي خمسة إذا إي واحد تساوي تسعة على خمسة الآن نقوم بحساب في زيرو إذا في زيرو كنعوضو إن بزيرو إذا في زيرو تساوي واحد على إي صفر ناقص واحد يوسف تساوي اثنان اذا واحد على اثنان ناقص واحد تساوي واحد اذا نمر الان الى السؤال الثاني السؤال الثاني يقول بين بالترجع ان ان اكبر من واحد لكل ان ينتمي الى ان اذا هنا لنبين ان يو ان اكبر من واحد ماذا يكون ان إيه اذا هنا غنستعملوا طريقة حل برهام الترجع كما مطلوب في البرهان ترجع عندنا ثلاثه الخطوات في ترجع الترجع اذا دائما الخطوه هي الخطوه الاولى التحقق من الخاصيه يعني التحقق من ان يو ان اكبر من صفر بحيث ان تاخذ قيمه قيمة صغيرة جدا إذا كنبداو بأصغر قيمة ديال إن إذا حنا عندنا إن تنتمي إلى إن إذا كناخدو إن تساوي صفر إذا من أجل إن تساوي صفر شنو عندنا عندنا إيو صفر تساوي إثنان إذا إيو صفر إذا إيو صفر تساوي أكبر من واحد اذا من اجل ان تساوي صفر العلاقه محققه الخطوة الثانية هو الافتراض نفترض دائما كنفترض السؤال نفترض ان يو ان اكبر من واحد ولنبين ان يو ان زائد واحد اكبر من اذا شنو عندنا في حاله بحال هذه كيمكن لي اما نقارن يو ان زائد واحد بواحد او لا نحسب الفرق ديالهم واسهل حاجه هو نحسب الفرق ديالهم دونك يو ان زائد واحد ناقص واحد كنعوضو يو ان زائد واحد بالقيمه ديالها في المتتاليه اذا خمسة يو ان ناقص واحد على يو ان زائد ثلاثة ناقص واحد اذا نحاول نبسطوا الكتابه غادي نوحد المقام اذا أربعة 4UN زائد ثلاثة خمسة يو آن ناقص واحد ناقص المقام الموحد هو يو آن زائد ثلاثة يو آن زائد ثلاثة اذا البسط ناقص البسط على المقام المشترك اذا خمسة او ان ناقص او هي اربعة او وناقص واحد ناقص ثلاثة هي ناقص اربعة اذا هنا كنعمل بالعدد اربعة كيف يبقى او ناقص واحد على او زائد ثلاثة اذا من بعد ما حسبت الفرق غنحاول نقارن هذا الفرق هذا اللي لقيت مع صفر لان هنا اللي نبين ان او ان زائد واحد اكبر من واحد يكفي أن نبين يعني نبين ان او ان زائد واحد ناقص واحد اكبر من صفر فوالا اذا هنا شنو كنلقى ان او ان ناقص واحد لدينا او ان اكبر من واحد حسب الافتراض اذا او ان ناقص واحد أكبر من صفر كذلك لدينا يو ان زائد ثلاثة أكبر من دونك هنا أكبر من واحد إلى زدنا ثلاثة في الطرفين غتكون أكبر من أربعة إذن أكبر من صفر إذن المقلوب ديال العدد موجب كيبقى دائما موجب يعني واحد على زائد ثلاثة فهو دائما موجب وبالتالي ف ان ناقص واحد على يو ان زائد ثلاثة أكبر من صفر ولضربنا في عدد أربعة راه دائما غيبقى أكبر من صفر إذا الفرق UN زائد واحد ناقص واحد أكبر من صفر أي أي أن يو ان زائد واحد أكبر من واحد وبالتالي ما دام هاد العلاقة محققة إذا كنرجع للإفتراض إذا الإفتراض صحيح وبالتالي يو أكبر من واحد إذا نكون قد بينا بالترجع أن يو أكبر من واحد السؤال ثلاثة طبيعة المتسالية سؤال يقول برهن أن المتسالة في إن حسابية محددا أساسها إذا سؤال ثلاثة لنبين أن ان متتالية حسابية الحال سنحدد الأساس اذا اللي كاين ان ان فعل مستلزم حسابيه بالنسبه للمستلزم الحسابيه نعرف بان المستلزم الحسابيه تكسب على هذا الشكل في ان زائد في ان زائد واحد خصها في زائد واحد الاساس زائد واحد العدد ينتمي آه. الى ان اذا اللي كاين ان في ان مستلزم حسابيه خصني نحسب هذا الفرق هذا ونلقاه كيساوي لنا عدد كينتمي الى آه. ان إذا في المجسرية الحسابية إذا نحسبو الفرق ان في إن زائد واحد ناقص في إن تساوي ماذا إذا كنعوض في إن زائد واحد بالقيمة ديالها حنا كنعرفو بأن في إن تساوي واحد على يو إن ناقص واحد إذا في إن زائد واحد كنعوض إن بإن زائد واحد هي واحد على او زائد واحد ناقص واحد ناقص و في تساوي واحد على او ناقص واحد اذا نبسط الكتابة نعوض او زائد واحد بقيمتها اذا تساوي ماذا اذا هاد او زائد واحد ناقص واحد حنا سبق لينا باش حسبناها في التمرين هنا اذا حسبناها هنا هاش نلقيناها كتساوي هي ربعة ناقص واحد على كتر ان على يو ان زائد تلاتة إذا كنعوضها بلا ما نضرب إذا هنا واحد على أربعة يو ان ناقص واحد على يو ان ناقص أو زائد تلاتة ناقص واحد على يو ان ناقص واحد اذا هنا نبسط الكتابة اذا هل الكتابة الكسرية مكتوبة على هذا الشكل على شكل واحد على ا على ب هنا كسرة اذا هنا كنضرب في المقلوب يعني هي واحد مضروبة في ب على A. إذن بي على ا اذا واحد في ب على ا يعني ان يو ان زائد ثلاثة على أربعة عامل يو ان ناقص واحد ناقص واحد على يو ان ناقص واحد اذا هنا نقوم بتوحيد المقامات هنا اربعة اذا نقوم نضرب البسط والمقام في العدد اربعة بعد ذلك نبسط الكتابة اذا البسط ناقص البسط يعني اربعة ان يو ان زائد ثلاثة ناقص اربعة هي يو ان ناقص واحد على اربعة يو ان ناقص واحد. إذن نقوم بالاختزال أن ناقص واحد على ناقص واحد. كسب واحد على أربعة. إذن وجدنا أن vn زائد واحد ناقص vn تساوي عدد ثابت يعني غير مرتبط بn ينتمي إلى R وبالتالي vn متتالية حسابيا. أساسها هو واحد على أربعة السؤال الأخير قالوا لنا بين حدد إذا لنحدد إن بدلالة إن ثم كذلك يو بدلالة N يعني اذا نبدا بتحديد في بدلالة ان يعني اذا وجدنا بان VN متزالية حسابية والقاعدة شنو كتقول بانه إذا كانت VN متزالية حسابية ففي ان تكسب على هذا الشكل حد الأول N يعني الحد الاول زائد ان ناقص بي مضروبة في الاساس هذه هي القاعدة العامة اذا الحد الاول بالنسبة لنا هنا هو في زيرو ان ناقص صفر ان مضروبة في الأساس اللي هو واحد على أربعة إذا ذا إن الحد الأول لقيناه هو واحد زائد إن على أربعة السؤال أو الشق الثاني من السؤال تحديد يو إن بدلالة إن إذا بطبيعة الحال إحنا عندنا علاقة بين او و ان اذا لدينا في تساوي ماذا تساوي واحد على او ناقص واحد وحنا لقينا علاقه ما بين في و n، اذا غادي نحسب او بدلاله في إذن اذا هنا كنضربو في المقلوب اذا واحد على في تساوي او ناقص واحد يعني أن un تساوي واحد على vn زائد واحد إذا إيه غنعوضو un نعوضو vn بالقيمة ديالها اللي قبل إذا هي واحد على واحد زائد آن على أربعة زائد واحد هنا نحاولو نبسطو الكتابة هذه إيه إذا غنوحدو المقام إذا واحد زائد إن على أربعة هي أربعة على أربعة زائد إن على أربعة زائد واحد إذا أربعة زائد إن غنضربو في المقلوب غتولي لي أربعة على إن زائد أربعة زائد عدد واحد إذا هنا كيمكلي نخلي الكتابة بهذا الشكل هذا